حال عم علي؟ يما نفسي يعني يدخل ألف واحد فقد أبوه وأمه ودفنهم وعايش دلوقتي من غيرهم عشان يعرفوا الشابين دول قيمة الراجل والست دي، علشان يسمعوا اللي صعب قوي، علشان يسمعوا اللي ما بيتعوضش، علشان يسمعوا اللي مهما كترت الفلوس وزاد المال والسلطة والنفوذ مفيش حاجة بتعوضهم. حاجة واحدة بقى بتصبر قلب الواحد لما بيفارق أهله، إنه بيقول الحمد لله أنا كنت بربيهم وإنهم ميتين راضين عني. غير كده أي تعتيرة بيشوفها، لو ابني ليه على صوته، لو بنت ليه ما سألتش، لو موقف وغدر تم في الدنيا، لو حد نصب عليه، لو اتكعبل في زرع وما طرحتش، أي حاجة يشوفها يقول آه دعوة أمي وأبويا عليا بقى. بيبقى كابوس كابوس، تلاقيه يجري كده نفسه يروح لهم ويدخل وينبش في القبر ويقول لهم أرجوكوا سامحوني بس يكون فات الأوان. يعني الدرس ده بيتعلمه على حية عينه. أيوة، لكل واحد مات أبوه وأمه واللي عاشوا بيحاسبينه عليه فوق قبل فوات الأوان، فوق واتمنى رضاهم، لأن محدش هينفعك، لحمك ودمك ده مش هينفعك، جوزك أو مراتك مش هتنفعك للأسف، محدش بينفع حد. ربنا سبحان الله وتعالى قال ده في كتبه كلها. الأم اللي بتعيش غضبانة على ابنها، الأب اللي غير راضي على أولاده، خسرانين دنيا وآخرة. دنيا لما بتلاقي كل حاجة ضدك مفيش توفيق من عند الله، وآخرة لما بتقف وتندفن ويتفتح القبر وتدخل تندفن جنبه وما تلاقيش رحمة، تلاقي قبرك نار بقى. نفعك بإيه أولادك بقى؟ نفعك بإيه مراتك بقى؟ والعكس، نفعك بإيه أولادك بقى؟ نفعك بإيه مراتك بقى؟ على عكس بقى عيل عاش عمره كله يجري ويشقى ويدي أبوه، الدنيا تحت رجليكوا، رضاكوا بالعالم وما فيه، مش عايز حاجة، تلاقيه دنيا ربنا مبارك له في ولاده وساترها معاه ما يفضحوش، وآخرة يوم لما يموت ما يبقاش خايف يقولك أنا رايح لحبايبي. مش بنقول كده؟ بنقول. بس احنا ساعات الشيطان لما يقرب من ودنا يعمينا ويخسرنا كل حاجة. أول ما بترخص أبوك وأمك بترخص عند الكل، عند زوجة وابن وابنة، عند نسايب وأهل وحبايب، أول ما بتغليهم بتغلى عند الدنيا كلها. طوب الأرض يقول الراجل المحترم فضل شايل أبوه وأمه على كفوف الراحة، صانهم. لو ماتوا راضيين عنك يقولك طول عمره كده، أمه ماتت ده عياله فربنا فتح عليه وعلى أولاده. لو ماتوا غضبانين عليك يقولك ياه ده كان مسود عيشة أبوه في آخر أيامه، أول ما تمشي كده وتعدي البيوت يتكلموا عليك، بنته جرالها، ابنه جراله، مراته جرالها، مرض جاله، كل ده ينسبوه لغضب أبوه وأمه. يجي الوقت يبقى عايز يفوق ما يلاقيش. طيب هنتكلم ان المال ده مش مال الراجل ده، وان مال الراجلين دول، انت ومالك لأبيك؟ سيدنا النبي قال كده، هو اللي يجي في يوم الايام ما يرضاش ياكل لقمة من غير ما امه وابوه يدقوها، زيه زي اللي جحد عليهم وقاس عليهم، زي اللي طلع البيت كده وما فاتش على امه وابوه، عندهم ايه ناقصهم ايه؟ والله ابدا
أبدا. سيدنا النبي قال لنا: من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا ليس منا. اللي ما يحترمش الكبير مش مسلم، ما بالك لو أب. يعني أي واحد ما يوكر رجل كبير مش قريبه، مش منه، مش أبوه، مش حماه، مش خاله، مش عمه، محسوباله حسنتها كبيرة قوي. والعكس. النار دي يا سادة قايمة بسبب فتنة. فتنة سببها ايه يا نهال؟ المال. المال. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ده في كتابه الكريم وفي كل كتبه، مسلمين ومسيحيين، خدوا بالكم المال فتنة. طب يعني ايه فتنة؟ يعني هلاك، يعني مصير صعب دنيا واخرة. يعني يجي الشيطان كده ويحليه في عينك، ولما تيجي القسمة يقلله في عينك وما يرضاش يخليك تفرط لحد، فتقوم تاكل حق اخواتك ثم تحرم ابوك منه وتقع في اسم اكبر. في الحقيقة احنا تواصلنا مع الرجل، ولاده الاتنين هما استنوني على الباب وقالوا لي: يا استاذ احنا عايزين نتكلم. وانا طلعت لهم شفت ورق كتير، شفت كل بنت ماضية على ورق، وشفت حقوق ملكية، وشفت وشفت وشفت، لكن ما شفتش حاجة تانية غير شيطان حاضر بينهم عميهم. محدش راضي يحن، لدرجة وانا نازلة قالوا لي مش هيحل، وهو كان قال هيحل. كلامهم اللي مشي، العمر بيفوت في ثواني. ممكن جدا تعيشوا متهني ومرتاح البال، وممكن جدا تعيشوا ويل كرب بقى وضيقة ومادة ايد وايدك تقف على جنيه، ما انت واخد قد ايه؟ وحرمت ابوك منه، ما بقاش البنات بس بقى، ايدك تتزل على الخمسين جنيه والستين جنيه. مقصود ده؟ ربنا سبحانه وتعالى قصد ده. واحد تاني بقى تلاقيها ربنا مسهله معاه، مش عارف، هي ماشيه